انتبهوا، كف اللسان في الفتنة. إذا صار فيه فتنة كف يدك، لا تدخل فيها، لأنها بين مسلمين، تقتل مسلما ما يجوز. كف لسانك أيضا، ما يكفي كف اليد، لأن بعض الناس يكف يده يصير جبان بعد، ما يريد القتال ولا يريد، جبان، هذا حال كثير منا، لكنه ما يكف لسانه، يحرض على الفتنة ويرغب في الجهاد، يقول هذا جهاد. كف لسانك عن تحريض المسلمين على الفتنة، لأن هذا يقلل منها. أما إذا شجعتهم على القتال وقلت روحوا قاتلوا، يقول لعيال المسلمين روحوا قاتلوا، ما يجوز هذا. كف لسانك، أسكت، لا تزيد الشر شرا. نعم، هو ما يروح لكن يروح عيال الناس. اي نعم. قال: ولي أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة تستنظف العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. وهذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم فيه أنها ستكون فتنة يحصل فيها قتل، ويكون اللسان أشد من السيف. انتبهوا، هذا محل الشاهد، يكون اللسان فيها التحريض والمحاضرات والخطب وحث الناس على أن يدخلوها ويقتل بعضهم بعضا أشد من السيف. السيف يمكن تقتل واحد اثنين، لكن لسانك هذا يحرض الأمة بعضها على بعض. فعلى المسلم أنه يكف لسانه، إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت لا تزيد الشر شرا، اسكت، إذا لم تأتي بخير كف شرك عن الناس. نعم.